نظم نادي الطلبة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل حملت عنوان أثر القيادة في ريادة الأعمال، وتناولت ورشة العمل كيفية إدارة الشركات والمشروعات الصغيرة وسط حضور حشد كبير من طلبة وطالبات الجامعة. ورشة العمل هي بدعوة من نادي الطلبة في جامعة قصد، جامعة الخليج للتكنولوجيا والعلوم، وهي سنتكلم فيها عن القيادة في ريادة الأعمال، أثر القيادة في ريادة الأعمال وأهمية ذلك لبناء شركات، بالذات لما نتكلم عن مشروعات صغيرة وشركات جديدة، إنها تدار كيف تدار وشنو خبرات العالم في إدارتها بالطريقة المناسبة اللي تخليها تنمو إن شاء الله وتنجح. بالنسبه للطلبه شلون راح يستفيدون؟ الطلبه هي اصلا قضيه القياده ورياده الاعمال مهاره حياتيه، كذلك كثير من الطلبه هنا ممن يدرسون اداره اعمال، وكثير منهم ايضا لديهم مشاريع خاصه ومشاريع حياتيه ان شاء الله بعد التخرج اكيد ستفيدهم في هذا المجال.